ننطلق في حوار مع الدول الإفريقية أنها تريد تأخذ منتوج التكوين، أو على الأقل نكونوا لها لمدة 3 سنوات 4 سنوات. كثير من الدول الآن تطلب المنتوج، الدول الأوروبية تطلب منتوج واجد، مثل ما نذكرش الدول تذكر منتوج واجد. احنا الحمد لله هذه سمعة للمدرسة الشبه الطبي في بلادنا، وبهذا الشكل نقول بأننا مرتاحين. يتوجب علينا في مجال التكوين المتواصل أن نعطيه أهمية بالغة. لقد بلغ إلى علمي أن بعض من الممرضين 30 سنة لم يستفد من التكوين المتواصل. طبعا أنتم تعلموا أن قانون الوظيفة العمومي وقانون الصحة يفرض التكوين المتواصل، يفرضه. لذلك يفضل تتروفي إن أبروش de collaboration entre l'institut de formation et l'établissement de santé pour pouvoir organiser à chaque fois des cycles de formation continue. اذا مساله التكوين المتواصل تكون منضبطه ونأكد عليها اكثر من مره. المعاهد يجب ان تكون ايضا للتكوين المتواصل وليس فقط للتكوين الاولي. ممكن مع مدير التكوين يتم في اطار برنامج سنوي اختيار أهم المسائل أو المواضيع التي تهم قطاع الصحة. يتوجب علينا أن نضعها في السياق التي تتماشى مع أهداف ومبادئ القطاع، وفي نفس الوقت التي تلبي الحاجة التي نجدها كل مرة شغل شاغل لبعض من المسيرين.